هلو، يلا نركب مع بعض العربية ونروح رحلتنا علشان نتعرف على ايه؟ فريكشن. الفريكشن الاحتكاك. واحنا دلوقتي راكبين العربية مع بعض. العربية دي الكار لمست ايه؟ الأرض. عارفين عملوا مع بعض ايه؟ الأرض والعربية عملوا مع بعض فريكشن. فريكشن احتكاك. واحنا رايحين نجري او ايه بنمشي ورايحين المدرسة مثلا، رجلك ايه لمست الارض، عملت مع بعض ايه دولت؟ برضو فريكشن. فريكشن. وانت سقعان عايز تتدفى بتعمل ايه؟ تحط ايد على ايد، الايد دي لمست الايد دي وبتحركهم وعملت مع بعض فيهم ايه؟ فريكشن. فريكشن. العجلة وانت راكبها، العجلة واحنا راكبينها عملت ايه مع الارض؟ بتعمل بتلمسها، وما بتلمسها تبقى كده عملت فريكشن. فريكشن. واحنا بنزحلق في الالعاب عملنا ايه مع المرجيحة؟ انا لمست المرجيحة يبقى كده عملت فريكشن. فريكشن. وانا بشوط الكورة، اللي بيحب الكورة بيشوتوها، الكورة عملت ايه دلوقتي؟ لمست الارض، يبقى الكورة والارض عملوا مع بعض فريكشن. يبقى كل حاجة لما تلمس حاجة تانية يبقى كده عملوا ايه؟ فريكشن. فريكشن احتكاك. يلا نتحرك بالعربية بتاعتنا. الحركة بتاعتنا هتكون في اتجاه دوت. الاتجاه ده عشان تتحرك العربية بتعمل ايه؟ movement force، قوة حركة، وهي ماشية اهي. بنحس مع بعض لكن بين العجلة وبين الأرض حاجة بتزقنا لورا في اتجاه دوت. انت شايفها؟ لا مش شايفها، لكن واحد غلس قدامي شغال يزقني ويرجعني لورا بين العجلة، العجل بتاع العربية يعني، وبين الأرض. ده اسمه ايه؟ فريكشن فورس. فريكشن فورس. اتحركت في اتجاه ده، الفريكشن فورس جه عكسي عايز يوقفني ويرجعني لورا. يبقى الفريكشن فورس دايركشن، اتجاه بتاع الفريكشن فورس opposite to. opposite to عكس ايه؟ the direction of the movement، عكس اتجاه الحركة. يبقى friction force القوة الاحتكاك، اتجاه بتاعها direction opposite to عكس ايه؟ the direction of the movement. احنا دلوقتي بنسوق عربيتنا وعايزين نتحرك، لازم الحركة بتاعتنا ايه؟ تبقى اكتر بكتير من ايه؟ من قوة الاحتكاك. ليه؟ عشان نتحرك ونروح رحلتنا. يبقى الموفمنت فورس اللي هي قوة الحركة larger than، أكتر من الفريكشن فورس، من قوة الاحتكاك. إحنا دلوقتي إيه؟ موف، هنتحرك. لكن لما يكون الفريكشن فورس قوي جدا عننا وأكتر مننا في القوة بتاعتنا، أكيد أكيد إيه؟ ستوب، هيوقفنا. يبقى الفريكشن فورس larger than، أكتر من الموفمنت فورس، من قوة الحركة، هيحصل إيه؟ the body doesn't move، يعني الكار دي، العربية دي مش هتتحرك، هتبقى إيه؟ stop، هتقف. وبكده الفريكشن فورس يعني إيه؟ it is the force، هي قوة. force between mean two surfaces، بين العجل دوت زي ما قلنا والارض، two surfaces سطحين، منهم ايه؟ بينهم ايه هما الاثنين؟ contact. contact بيلمسوا بعض. with the direction of the force، واتجاه الفورس دوت opposite to عكس الايه؟ الموفمنت، الحركة بتاعت البادي دوت. the direction of the force opposite to the movement أو the direction of movement، اتجاه الحركة. causes بتسبب ايه يعني؟
slow down، بطء اللي هو البادي الجسم ده، بيحصله ايه بعد كده؟ and stop ويوقف. يبقى ال friction force معناه ايه تاني؟ it is the force between two surfaces، بين سطحين، in contact ان هما متصلين ببعض، that acts بيتمثل بايه؟ in a direction، يعني هي ال direction بتاعها opposite to، الاتجاه بتاعها ايه؟ عكس ايه؟ opposite to، عكس ال direction of the movement، عكس اتجاه الحركة. and causes بيسبب ايه؟ ان the object to slow down، بيبطأ، and stop ويقف. الكار اللي احنا سايقينها مع بعض دي ايه؟ solid يعني صلبة، وعملت فريكشن احتكاك مع مين؟ مع الأرض، والأرض دي برضو solid، يبقى الفريكشن اللي حصل دوت بين السوليد والسوليد، صلب وصلب. هو بس النوع ده اللي موجود ده؟ لا، انتوا عارفين اكيد البلين وهي بتطير، هي اصلا سوليد، صلبة، هتعمل فريكشن مع مين؟ احتكاك مع مين؟ اكيد اللي حواليها ده ايه؟ اير، هوا. يبقى البلين هتعمل فريكشن مع الاير، وده نوع تاني من فريكشن between solid and air. بس كده؟ لا، في نوع تالت كمان، عارفين دي اكيد، شيب، السفينة. طب السفينة دي، الشيب دي، solid، هتعمل فريكشن مع مين؟ احتكاك مع مين؟ حواليها ايه؟ تحتيها دلوقتي الووتر، المية. يبقى ده النوع التالت، ان هو between solid and water. يبقى types of friction، انواع الفريكشن ايه هما؟ زي ما قلنا friction between solids objects، بين اجسام صلبة solids objects، والتانية قلنا ايه؟ friction between solids objects and air، بين السوليد والاير والهواء، والتالتة friction between solids object and water، بين السوليدز والووتر، المية. واحنا راكبين العجلة بتاعتنا نحركها ازاي؟ بالبدال، هنقعد نحرك البدال، البدال دوت بتاع العجلة، لحد ما تتحرك العجلة بتاعتي. الموفمنت بتاعتي، اتجاه الحركة بتاعتي اهو رايح كده اهو، وقفت انا التبديل بتاعي بتاع الايه؟ البدال دوت، وقفته وعايزة اوقف الايه؟ العجلة بتاعتي. والعجلة بتاعتي دي الفرامل بتاعتها بايظة، كل عجلة فيها فرامل، الفرامل بتاعتها بايظة، مقلقش، في حاجة ايه؟ فريكشن فورس، اسمها ايه؟ فريكشن فورس، قوة الاحتكاك، هي هتساعدني اللي توقف العجلة ديت. هي فين ديت؟ بين زي ما قلنا قبل كده، بين التاير اللي هو اطار العجلة وبين الارض. في فعلا فريكشن، اتجاهها ازاي؟ opposite، عكس اتجاه الموفمنت، الحركة بتاعتي. يبقى ال direction بتاع الفريكشن فورس opposite، عكس الموفمنت. ليه دوت؟ علشان يقدر يخلي العجلة stop، تقف. واللي احنا قلنا دوت مثال لإيه؟ لفريكشن between two different solids، مثال الاحتكاك بين ايه؟ two different solids، بين السوليدز بعضها البعض، اللي هي الصلب والصلب مع بعضه. قلنا ايه؟ لما احنا ride a bike، بنسوق العجلة، and push، وبندفع its pedals، البدلات بتاعتها من ايه؟ ندفعها عشان تتحرك. صح، هتتحرك، يبقى هيحصل ان البايك continuous moving، تستمر في حركتها in the same direction، نفس الاتجاه بتاعتها، مستمرة مستمرة. طب انا عملت ايه بعد كده؟ انا عملت، قلت ايه؟ when stop pedaling، انا وقفت ايه؟ البيدلينج، التبديل بتاع العجلة، وهي اثناء ايه؟ الموفمنت بتاع البايك، وعايزاها تقف بقى. ده هيحصل ايه؟ ان البايك سبيد، ان سرعة العجلة ديت decrease، هتقل gradually، تدريجيا، لحد ايه؟ لحد ما هي stops، until it stops، لحد هي ما تقف. الله، مين اللي وقفها؟ هو ده الاستنتاج، اللي وقفها هو
ان الفريكشن فورس قوة الاحتكاك اللي هي نشأت رايسز نشأت هتعمل acts in the opposite، هتعمل عكس the direction of the movement، عكس اتجاه الحركة. يبقى الفريكشن فورس هي لو وقفت لي ايه العجلة، عشان هي acts عملت عكس ايه the opposite direction of movement، عكس اتجاه الحركة بتاعتي. الفريكشن فورس اللي هي حصلت دي حاجة بتأثر فيها، اللي بيأثر فيها 3S. 3S ايه الكلام الغريب ده؟ يلا نعرفهم مع بعض. ان الفاكتورز افكتنج ذا فريكشن فورس، العوامل اللي بتأثر على الفريكشن فورس، قلنا الـ3S. اول S منها surface type material، surface type material نوع المادة بتاعت ايه؟ السطح، نوع السطح بتاعنا. دي أول واحدة S. طب والتانية surface area، مساحة السطح of the moving objects، مساحة السطح اللي هو بيتحرك، surface area of the moving object. والتالتة اللي هي تالتة S speed of the body، speed of the body سرعة الجسم اللي بيتحرك ده، speed of the body. يلا ناخدهم واحدة واحدة. صديقنا محمد زي كل الأولاد بيحب البول، لما بيلعبها في المدرسة السطح بتاع المدرسة أو الملعب بتاع المدرسة سطح إيه؟ سموث، ناعم، على طول الكورة بتتحرك بسهولة. لكن لما راح المصيف، المصيف فيه ساند رم، ولما بيحركها الحركة بتاعة البول بتبقى بطيئة. تفتكروا ليه حصل دوت؟ علشان عند الساند الرمى زي ما قلنا rough surface، rough surface سطح خشن، والفريكشن فورس قوة الاحتكاك فيها ايه؟ increase بتزيد، علشان السطح ده بتاعها خشن. يبقى friction force increases between rough surfaces، تزيد قوة الاحتكاك في الأسطح ايه؟ الخشنة. لكن في الملعب بتاع المدرسة smooth، smooth surface يعني سطح ايه؟ ناعم. ده اكيد الفريكشن فورس قوة الاحتكاك فيه هتبقى زيادة؟ طبعا لا، الكرة هنا اتحركت بسرعة وبسهولة، يبقى الفريكشن فورس decreases بتقل. يبقى الفريكشن فورس هنا decreases between smooth surfaces بين الأسطح ايه؟ الناعمة. يبقى دي أول S اللي بتأثر على الفريكشن. أول S بتقول إيه؟ the surfaces type، النوع بتاع الأسطح، بتاع الإيه؟ الأسطح. the surfaces type of the matter، the surfaces type of the matter. قدامي دلوقتي جلاس، والجلاس دي سمول صغيرة، وأنا عاوز أحركها، هتحرك معايا بسهولة؟ ايه رأيكو؟ ايوة هتحرك بسهولة. طب تفتكروا ليه؟ علشان السمول جلاس ديت اللي هي القطعة الصغيرة دي الفريكشن فورس قوة الاحتكاك بينها وبين الخشبة برضو هتبقى سمول، ما هي سمول يبقى الاحتكاك بتاعها هيبقى سمول. لكن لما اجيب جلاس كبيرة لارج او اجيبها بيج يعني هيحصل ايه؟ هقدر احركها بسهولة؟ لا، هاخد وقت شوية. طب ليه؟ دي بقت big يعني كبيرة، يبقى اكيد هيحصل قوة احتكاك بينها وبين الخشبة كبيرة برضو، فهتخلي الحركة بتاعتها ايه؟ بطيئة. معنى ايه الكلام ده؟ يعني by increasing، لما بزود the surface area، لما بزود مساحة السطح اللي انا بحركه the friction force قوة الاحتكاك هتزيد برضو increase. والvices versa يعني عكس صحيح، لما decrease هقل سطح بتاع الحاجة اللي أنا بحركها الفريكشن فورس هتقل برضو decrease، وده التاني حاجة بتأثر على الفريكشن فورس. تاني S surfaces area of the object، surfaces area of the object تاني حاجة بتأثر على ايه؟ الفريكشن.
واحنا راكبين عربية احنا هنزود السبيد، السرعة، عايزين نحركها بسرعة عشان تتحرك. الفريكشن فورس هيسكت؟ لا، هو كمان هيزود القوة بتاعته. علشان ايه؟ عايز يوقفنا عن الحركة، مش عايزنا نتحرك. يبقى لما انت انكريز هو كمان انكريز، لما انت ديكريز هتقلل، هو كمان مش هيتعب وهيقلل الفورس بتاعته. ده معناه ايه؟ by increasing the speed، لما بتزود speed السرعة بتاعة الأوبجكت بتاعة الشيء اللي بيتحرك ده، the friction force قوة الاحتكاك هتحصل ايه؟ increase هتزيد، و vice versa العكس صحيح، لما decrease هي كمان decrease. وده ايه؟ تالت حاجة اللي هي تالت S اللي بتأثر على ايه؟ بتأثر على الفريكشن، the speed of the object، the speed of the object سرعة الشيء. نوقف النهاردة رحلتنا ونكمل المرة الجاية النوعين التانيين بتوع الفريكشن، solid and air و solid and water المية. خدنا النهاردة الفريكشن، خدنا فيه ايه؟ أول حاجة قلنا الدايركشن اتجاهه، الدايركشن بتاعه عكس opposite to عكس اتجاه الموفمنت الحركة، يبقى هنا friction force direction opposite to the direction of the movement عكس اتجاه الحركة opposite to. وعرفنا ايه كمان؟ التايبس، التلات انواع عرفناهم between solid and solid و solid and air و solid والwater المية. والحاجة التالتة قلنا الفاكتورز، العوامل اللي بتأثر على الفريكشن فورس، تلاتة اس، أول اس منهم اللي هي السيرفسز تايب. طب يعني ايه؟ يعني ايه نوع السطح؟ لما الفريكشن فورس increases، لما قوة احتكاك بتزيد between the rough surfaces من أسطح ايه؟ الخشنة، لكن decrease بتقل between smooth surfaces السطح الناعم. والاس التانية اللي هي surfaces area، المساحة بتاعت ايه؟ السيرفسز الأسطح، by increasing لما بتزود السيرفسز area the friction force increase بتزيد، والvice versa العكس صحيح. والاس التالتة speed السرعة، وby increases لما بزود speed السرعة هيحصل ايه؟ الفريكشن فورس increase برضو، وvice versa العكس صحيح. وبشكر الدكتورة هالة على الفكرة بتاعتها بتاعت الكار العربية. أنا أتمنى تكون استفدتوا معايا النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وياريت تشتركوا معانا في الفيسبوك. كنت معاكم مسز شيماء، جود باي.